الراديشن تمام. فعندي اس الراديشن مش بالضروره بقى يبقى عندي بولاريزيشن ماتش ولا امبيدنس ماتش. بمعنى يبقى عندي مثلا اس ايه سيلف بولاريزيشن والمفروض عايز اشوف ريسيف باور في اكسترنال سيتي بتاع الاكل تمام. فقلنا هيبقى الانتنا في ريسيفنج هي هتكون في السيركت ممثله في ان انا عندي ده اللي هو قلنا زي ما قلنا اللينك مش افكت الاريا بتاع سوري افكت الاريا بتاع الانتنا. وعندنا المفروض الانتنا ليها سيركت جديده في الانتنا ده كده الايكوفلنس بتاعت الايه؟ الانتنا بتاعتي يعني اللي عندي دلوقتي في ريسيف باور فهي متمثله بالاوبن سيركت فولتج والانتنا اليمين تمام؟ وبعدين في عندنا الانتنا ليها ايه؟ ثيرمال امبيدنس هنا دي اللي هتسيب عليها الباور اللي عندي تمام؟ احنا عرفنا الافكتيف اريا اللي هي كانت عباره عن باور ريسيف على الانستنت باور دنسيتي. بس كان في عندي تو كونديشنز عشان ايه الافكت الاري دي نعرف عليها الماكسيم افكت الاري. كان ايه التو كونديشنز اللي عندي؟ ان انا عندي في بولاريزيشن ماتشنج تاني حاجة عندي امبيدنس ماتشنج معنديش امبيدنس ماتش دي متمثله بالزد تي دي مش ايه؟ مش هي الاوبتيمال امبيدنس عشان ارسيف الماكسيموم باور. تاني حاجه ما عنديش بولاريزيشن ماتش بمعنى اخر في اوبن سيركت ما هواش اللي في اوبن سيركت ماكسيموم اللي هو في اوبن سيركت ماكسيموم اللي انا بشوف الايه؟ بنفس الانستنت باور دنسيتي بغير بس الاورينتيشن بتاع الفيلد ساتش ذات ويت الماكسيمم اوبن سيركت ريسيف فولتج. طيب لو انا عندي التو كونديشنز دول مش موجودين اللي هي البولاريزيشن في مس ماتش والامبيدنس فيها مس ماتش يبقى ايه علاقه الباور ريسيف بالانستنت باور؟ هيبقى اولا في ريدكشن نتيجه الاوبن سيركت فولتج مش هيبقى الماكسيمم. الريدكشن اللي هيحصل في الباور هيبقى قد ايه؟ البولاريزيشن لوس تمام او البولاريزيشن ميس ماتش. يبقى انا عندي بدل ما الباور ريسيف هتبقى دبليو اس 3 ام هيبقى الباور ريسيف هي دبليو اس في الافكتيف اريا. اول حاجه بولاريزيشن ميس ماتش ميس ماتش فاكتور. لو نفتكر الميس ماتش فاكتور في السيركت كنا بنقول ان هو عباره عن 1 ماينس الجاما ريسيف اللي هي الجاما ريسيف اللي بنحسبها اللي هي الديفرنس بين الزد تي والكونجكت ماتش فاكتور. الجاما ريسيف قلنا ان عباره عن ايه؟ زد تي ماينس زد انفيدنا كونجكت على مجموع الايه؟ وبعد على هذا الكلام بنقول ان انا عندي مس ماتش 1 ماينس جاما ار اللي هي ده مس ماتش. اللي بتاع السيركت دي لما زدتي مش هي دي الكونجكت ماتش بتاع الانزل فده هيبقى عباره عن 1 ماينس جاما ار عليها كلها ولا على لا لا لا
طيب البولاريزيشن ميس ماتش فاكتور اللي هو نقدر نقول ان هو عباره عن الماجنتيود بتاع الانستنت فيلد دايركشن دوت الايه؟ الانتنة فيلد دايركشن سكوير اللي هو بقى يشوف بقى الانتنة ادي الانتنة بتاعتي هي لو هي هتراديت البولاريزيشن فيلد هيبقى في اي دايركشن ده اللي هو بنسميه رو انتنة يونت فيكتور along with the field اللي راديتد من الانتنة لو هي ترانسميتد انتنة. طب الرو ويف هي اللي هي عبارة عن ايه؟ الانستنت ويف الفيلد بتاعها في انهي دايركشن؟ يبقى الدوت برودكت بين التو يونت فيكتورز دول سكوير هو ده البوليزيشن لوس فاكتور او البوليزيشن ميس ماتش فاكتور نفس المعنى. بمعنى لو هما نفس الدايركشن هيبقى الدوت برودكت ده 1 يبقى البوليزيشن ميس ماتش فاكتور 1 يعني مش ميس ماتش او توتال ماتشنج يونت بتوصل للبوليزيشن. تمام؟ يبقى ده ان جنرال ريسيفت باور لما يبقى عندي انستنت ار اف او انستنت ويف وين مش بالضروره يبقى فيها المخ يبقى فيها بوزيشن ميس ماتش والامبيدنس ميس ماتش. انا لازم اخد الاجنده بتاعتي في الاول. هو كل البارامترز اللي الريسبروستي ثيرم اساسا اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضرتين اللي فاتوا دول كانت مينلي بتجيب لك ريسيفنج بارامتر بدايه نفس البارامتر بتاع الانتنا از اف ات از ايه ترانسميتنج انتنا. تمام؟ فانا اساسا حتى عشان اجيب الرو اي والال افكتيف والكلام ده كله دي ار ريليتد تو ذا انتنا وين دي ار ات از ترانسميت. تمام؟ اللي هي الرو انتنا الرو اي اللي هي الدايركشن بتاع الال افكتيف لو تفتكر كنت بشوف في اللي هو ريليتد منها وريليتد للاسفل سوري الفوت كارت بتاع الانتنا الرو ريليشن دي دي منها الايه؟ الفيكتيف افكتيف اللي هي بتاع الانتنا. تمام؟ فهي ريسيفنج برامتر تيمر الايه؟ نفس الانتنة ترانسميتنج برامتر بتاعتها. تمام ايه هي بس انا ما عملتش نوتيشن هنا الزد ار مينز اللي هي زد انتنة. تمام اللي انت بتجيب زد ريسيفنج انتنة. تمام انا افضل نسميها زد ايه بالحقيقه. زد ار مينز مثلا بروبر تشويس ولو انها يمكن انا استخدمتها هنا زد ار هي الانتنه الجديده اسمها ريسيفنج سايد عشان بعد كده لما هي اتكلم على ترانسميتنج سايد معاها فهسمي الترانسميتنج انتنه زد اي سمول يمكن تبقى كبيره بتاعت الترانسميتنج انتنه الجديده. تمام هنا خلينا نلتزم بالكوميونيكيشن transmitting antenna.
عارفينها كويس جدا من الايه الدسكشن بتاع الانتنز اللي هو بالذات ترانسميتنج انتنا الجزء الاولاني في الكورس اللي هو ازاي اجيب الباور دايستي تمام من انتنا جيفن ذات اي هاف سيرتن انبوت باور ليها وعايز اشوف الايه دبليو اس فاقدر اقول الدبليو اس ان هي كان سي انها عباره عن كام الاكسبتد باور الانتنا الاكسبتد باور الترانسميتنج هنا بقى بتكلم على مين على الانتنا اللي هي الترانسميتنج نفسها بشكل مختلف كده شويه تمام اوفر 4 باي ار ار سكوير اللي هي الديستنس ما بين الايه تو انتنس تمام في مضروب في ده جين بتاع الايه ترانسميتنج انتنا تمام طيب الاكسبتد باور للترانسميتد انتنا ايه علاقتها بالسورس بتاعها انا عندي بقى الكوبلنت سيركت ده ريسيفنج سايد كوبلنت سيركت الترانسميتنج سايد كوبلنت سيركت هيبقى عباره عن ايه؟ الجزء ده يبقى عندي سورس ليه سيرتن جينز زد اس وبيفيد الانتنا اللي ليها امبيدنس اسميها ايه بقى ايه؟ هي زد انتنا بس بتاعت مين؟ تي بتاعت ترانسميتر بنسميها زد تي سي هيبقى عندي في اكسبتد باور رايحه للايه؟ للانتنا امبيدنس بس الاكسبت باور هيبقى ريليتد للافيلبل باور اللي هي الماكسيموم باور اللي بتجيبه كيف في المسؤول ثرو الايه؟ الامبيدنس ميس ماتش فاكتور بتاع الترانسميتنج سيركت سايد يعني يبقى عندي هنا في اكسبت هي عباره عن ايه؟ الافيلبل باور بين الترانسميتنج سايد السورس بتاعي ده مضروب في الميديس ميس ماتش فاكتور بتاع الايه ترانسميتنج سيركت هو هيبقى عباره عن كام؟ واحد من واي ماينس جاما وير بقى ايه؟ جاما تي هي برضه الديفرنس دوت بس هيبقى الديفرنس بين مين ومين؟ زد تي وزد بين زد تي وزد اس تمام؟ استنى بس يبقى ال زد تي وزد اس لو جينا نكتبها بنفس الطريقه كان رايت ان بس in relation
ان انا عندي ده عباره عن لامدا سكوير اوفر 4 باي الجين بتاع السي دي. اقدر اكتب دون الفاكتور دون هنا اقول ان هو عباره عن لامدا سكوير اوفر 4 باي الجين بتاع السي دي سايد فيبرايزيشن ميس ماتش فاكتور 1 ماينس جاما سي كل سكوير. ادي كده ايه الريليشن بتربط بين الريسيفنج باور الافيلبل باور سورس والبارامترز بقى بتاع الترانسميتنج والريسيفنج والبوزيشن ميس ماتش فاكتور بيفرق ايه كويس اللي هي متمثله في ايه؟ الميس ماتش فاكتور بتاع الترانسميشن والميس ماتش فاكتور بتاع الايه؟ تمام؟ وفي فاكتور هنا هيبقى دايمنشنلس برضه هو عباره عن كام؟ لامدا سكوير على 16 باي سكوير ار سكوير ده اللي هو بنسميه باث موس فاكتور. هو ملوش دايمنشن برضه بس هو يعتمد يديني النص ان انا هاو فار اي ام ريليتد تو الويف لينث. يعني كل ما الديستنس دي تزيد كل ما بيديني لوس او بمعنى اخر ان الباور سي بتقل اللي هي ال 1 اوفر ار سكوير لو بتاع الايه الباور الريليشن باور بس بتاعت الريليشن. تمام؟ انا عندي في النهايه الريليشن دي هي اللي كوملي باور سي دي نص فاكتورز مختلفه اللي هي بتمثلها بولاريزيشن ميس ماتش فاكتور ريسيفر ميس ماتش فاكتور ترانسميتر وبعدين دي باور افيلبل من السورس الترم اللي هو زي ما قلنا لامدا سكوير اوفر 4 باي سكوير 16 باي سكوير ار سكوير بس ده باث نص فاكتور وبعدين الجين بتاع السيفر الجين بتاع دي ايه الايكويشن اللي بنسميها فيريس ترانسميشن فورمولا اللي بتربط بين الريسيف باور والترانسميتر باور بتاعت ايه؟ الترانسميتر سايد. تقدر نحسب منها اللي هي الباور بارجن بتاعت الريليشنز عندي اللي ده شيء نوز البارامتر في الاسئله والفيزواليزيشن بتاعتها. تمام؟ طب هو الجين ده مش سكيلر غالي صح؟ كل حاجه سكيلر. طب خليك تفكر في قانون الجين ده بتاع الثيتا والباي لا هو فانكشن هو سكيلر هو سكيلر جين فانكشن ده سكيلر فانكشن بس هو عباره عن فانكشن في الاورينتيشن بتاع الانتنا او بمعنى اخر ريليتيف اورينتيشن بتاع الانتنا دي الانتنا دي يعني بتبقى هنا بالنسبه لو كان كورنس هنا هيبقى في سيرتن دايركشن اللي هو الدايركشن اللي بيشاور على زي الانتنا متمثل في تيتا ار وفاي ار ريليتيف للايه؟ للاورجن بتاع الايه؟ طيب تعال ناخد مثال على موضوع البريزنت مش فاكر وبعدين نخش في الحياه نتكلم على مفهوم اكتر بتتكلم على الانجليزي مش فاكر لا ما هو انا هنا انا اسيومنج ان ممكن الامبيدنس دي تبقى كومبلكس تمام وبالتالي الماكسيمم باور او الافيلبل باور بتبقى بتحصل كونديشن اوف ذا كل ماتش يعني مثلا لو الريسيفنج انتنا هاز سم كومبلكس امبيدنس تو جيت الماكسيمم باور يعني تو جيت ان الثيرمال امبيدنس دي هاز تو بي كونجكت ان اي زد تمام دي الكيس وانا يمكن عملتها لكم بالتفصيل في المحاضرات قبل كده تمام اللي هي هاو تو جيت الماكسيمم سي باور وعلاقتها ايه بالامبيدنس عملناها لو هي الامبيدنس ريل هتبقى عندك هي مفهوم الريفليكشن كوفيشن اللي انت يمكن عارف من ترانسفيكشن لاين فيجر اللي هي تبقى عباره عن زد اس ماينس زد لو حصل الامبيدنس بتاعت الانتنا كانت يو انما ان جنرال تكون دي ايه كومبلكس
طيب عايزين نتكلم دلوقتي على موضوع البوزيشن سبيكتر، وعشان نيد تو ديسكاس بس ايه حاجه المفروض يعني المفروض ده معروف بس يعني جاست از ريفيو، اللي هو البولاريزيشن بتاع الراديشن تحديدا السيركلر بولاريزيشن. طيب هو ايه مفهوم البولاريزيشن بتاع البلين في ام ويف؟ عندنا البلين في ام ويف عندنا البولاريزيشن ببساطه هو بيوصف الدايركشن بتاع الاكتيف فيلد من الانتنة. فعندي لو انا بتكلم على بلين تي ام ويف بتساوي مثلا موجبين الالوم الزد، فا اوتوماتيكالي اي نو شور ان الالكتريك فيلد هيبقى موجود في الكونفيرس بلين اللي هو الاكس واي بلين. Let's say this is the first one in this direction. فانت لو عارف مثلا ان انت عندك progression in this direction you know for sure electric field هيتقابل components في الايه في الاكس واي. تمام؟ التو كومبوننتس بتاعت الالكتريك فيلد في الاكس والواي بنقدر نكتبهم بالفيز اورينتيشن عباره عن اكسبريشن ده بالشكل ده، نقدر نقول دي ايه؟ الفيزور هي عباره عن اي نوت اكس مثلا يعني الاكس بلس اي نود واي لو انت عايز تجيب الانستنتينيوس فيلد في التايم دومين سامبل فيه تقول ايه؟ الالكتريك فيلد ده فيزر اسمها فيزر يعني اقصد الانستنتينيوس فيلد اللي هي في الحاله دي هي فانكشن في الزد التايم سامبل ان انت بتمالتبلاي ده طبعا انت فيزر موجود في ايه؟ minus j k z revolution فهتبلاي الكلام ده ب j و j t، فيبقى عندك الكلام ده عباره عن متر كيوب ريل بارت بتاع اي نود اكس دوت بيديك الانستنتينيوس الكتريك فيلد في دايركشن وفي ماجنتيود في السبيس وفي فانكشن في الزيرو تايم بتاع اللينك تي ام واي. عندي هنا برين طيب عندي بقى كذا كيس هنا بالنسبه لشكل الفيلد دوت حسب ال الكونفكس فانكشن اللي هي واي اللي بتحدد طبيعه البولاريزيشن بتاع الفيلد اللي عندي. فعندي مثلا لو اي نوت اكس واي نوت واي ار ان فيس تمام ده هيديني تايب بولاريزيشن بنسميه لينير بولاريزيشن. يعني ايه الفيز؟ يعني we have a representation a complex quantity اقدر اقول انها عباره عن كام؟ e نو دي اكس و e نو دي واي ده معنى ان هو كان الفيز يعني complex number we have the same تمام؟ ده هيرفلكت اوتوماتيكلي على الفيلد اللي هنا سيمبلي هيبقى عندي الفيلد اللي هو تمام هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن اي نود اكس دون يعني بمعنى اخر لما اجي اتفرج على الفيلد دوت الاقي ان هو ليه دايركشن ثابت الوم الايه؟
الداتا دوت سبيس تمام، والدايركشن دوت هلاقي ان هو يوسليت الونج ذيس دايركشن الاين تو الاين الونج ذيس دايركشن. يبقى عندك الفيلد في اوسيليت لونج ذيس لاين اللي هو في اكس واي بلين تمام، اعمل انجل هي ارتان اي كيو واي على اي كيو اكس تمام في الدايركشن ده، وده بنسميه لينير بروجريشن. يعني ما اخر الفيلد في تريس لاين تمام. في عندي كيس تانية بقى، لو كان عندي في فرق فيز بقى بين الايه؟ كيلو اكس وبين الواي، تحديدا فرق فيز 90 ديجري ونفس الماجنتيود. فدلوقتي لو انا عندي الماجنتيود بتاع كيلو اكس والديفرنس ان فيز ما بينهم such that in the end of y we have our input x equal plus or minus j y. لو خدت الكيس انها plus 90
ماينس ساين لما تجيب زيرو هيبقى الفيلد ده كله في اتجاه الايه؟ الاكس. يعني لما تجيب زيرو هيبقى الفيلد لاين تمام؟ لما تي تبدا تزيد يبدا يحصل ايه؟ يبدا الكوزاين دوت يقل يعني بمعنى اخر الاكس كومبوننت يقل في نفس الوقت الواي كومبوننت تبدا تاخد قيمه نيجاتيف اللي هي ماينس ساين. فلاقي ان الفيلد عمال يتحرك من تحت بنفس الشكل الروتيشن عمال يزيد كده بايه؟ بانجلر فلوستي اوميجا يعني هنا هيرجع تاني هنا بعد وان تايم بيريد اوف اوسيليشن يرجع تاني لاصله في الدايركشن اكس مع التايم يعني عن مثلا عن تي على 4 هيبقى هوريزونتال داونلود بهذا الشكل وعن تي على 2 هيبقى في الماينس اكس وعن 3 تي على 3 تي على 4 هيبقى فيرتيكال زي البوست واي وبعدين عن تي يرجع تاني على ايه؟ يرجع للاكس اند سو تمام؟ فده اتجاه الايه؟ الداينامكس بتاع تمام؟ اللي هو بالنسبه لي هنا دلوقتي لو في جاي عليا كده تمام؟ هشوفه الايه؟ الروتيشن كده كلوك وايز. طيب احنا بقى عشان نعرف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز او رايت هاند كده بنحط الديفينيشن ده نعرف سنس ازاي؟ بنيجي نبص على الويف وهي بتبعد عننا. يعني بتبعد عننا يعني ايه؟ هي المفروض هتبقى هنا وبيبقى هي الزد انا جايه لحته صح؟ فانا هبص لها من ورا تمام؟ فلما اشوفها من ورا الاقيها بتتحرك ايه؟ كاونتر كلوك وايز تمام؟ فالجراديشن سيلس هنا بنسميه كاونتر كلوك وايز. دكتور هعكس اللي هيطلع لي واقول وحدد عليه لا هو كاونتر كلوك وايز كده هو اتجاه روتيشن هو حسب انت نظرتك منين؟ يعني جماعه بتوع اوبتكس ليهم ديفينيشن للسنس بولاريزيشن اوبوزيت للسنس ده بمعنى اخر بنبص للويف جاي عليها الار اف او الانتنا الانتنا عموما بتبص للويف هي بتبعد عنها بمعنى اخر ببص لها من ورا انا بعتمد عليها يعني هي ماشيه كذا يعني هلاقي في الاول المفروض ان هو بينتج الاكس بينتج الواي يعني ماشي كده ده اللي ايه ده مفيش مشكله يعني لما اتفرج عليه من هنا كده اشوف ايه؟ اشوف فيلد عمال ايه؟ ماشي كاونتر كلوك وايز تمام؟ طيب في ديفينيشن تاني او طريقه تانيه اللي هي عن طريق استخدام ايدك الرايت هاند تمام؟ بتيجي تشوف لما روتيت اتجاه روتيشن في اي دايركشن هل بيفولو رايت هاند رول ولا ليفت هاند رول؟ بمعنى لما روتيت مع الالكتريك فيلد لازم الايه الثامب بتاعي يشاور على اتجاه الايه؟ الروتيشن. فلو جيت اشوف هنا انا بروتيت كده الرايت هاند مش هتبقى بلاك بالنسبه لي لو روتيت كده مش هيبقى ده اتجاه الروتيشن هتلاقي ايه الليفت هاند هي اللي بتفولو مع الروتيشن في الاتجاه دون ده بيفولو الليفت هاند يعني نفس السنس بوزيشن هنا بنسميه ليفت هاند بوزيشن نعم تمام طيب لو جينا بقى ناخد كيس ان انا عندي النيجاتيف كواير اوكي برضه ستيل عندي سيركل بروتيشن بس السنس اوف ايه روتيشن هيبقى مع تي بمعنى الاقي عندي دي بص دي از ذا ديفينيشن تمام فهي الفكره مفيش يعني الديفينيشن ده يو كان ديفاين في ذا واي يعني زي ما بقول لك جماعه بتوع اوبتكس بيديفاين ذا راديشن بيبص الويف انكمنج عليه داخل عليه تمام بنبص للسنس بوليزيشن بالنسبه للسنس ده ما فيهوش مشكله ده اندبندنت على الدايركشن اوف اوبزرفيشن
left to right hand خلاص لان هو الدايركشن اوف بروجيشن انكلودد في الثامب دايركشن فهو لا رايت لا ليفت ده قصه في المنتهى يعني عمره ما هيبقى رايت عند واحد وليفت عند واحد مفيش هو لا رايت مفيش كده اللي فيه ممكن خلاف حسب الديفينيشن او حسب وجهه النظر هو الليفت والرايت سوري الثامب كلوك وايز وكلوك وايز حسب انت بتبص من ناحيه ايه تمام بص كده ولا كده تمام حسب في الانتنه كوميونتي اتفق على ان انت دايما تبص بويه جوه بس يعني مع اخر ممكن نضرب من بيت كده يعني وحدد من هنا هل هي تمام كويس ولا كويس كويس اكوردنج بس ما فيهاش يعني مش مفروض يعني زي ما انت بتيجي تاخد الاحسيس بتاعك كده يعني بوست وحسين عايز ياخدها كده منك طيب تعالى نشوف بقى الكيس اللي هي اللي انا يبقى عندي هنا نيجاتيف الواي اندكس طيب ده اوتوماتيك هيديني فيه تعامل ازاي؟ كل اللي هيحصل بس الساين بتاع الواي كوبونا بتبقى بسيطه يعني بمعنى اخر هيبقى عندي ده فرق
interface between X and Y component and data. I'm going to limit myself in the range. وأقولي أقدر أحدد الـ ميني ميني كومبونت ميني لاج كومبونت. يعني لو هو بوست في الرينج ده يبقى كومبونت ميني لاج. لو هو دون يبقى الـ العكس اللي هي لاج ميني لاج. في نفس الـ لاج خالص. يعني هو مش هيجيب سيركل. مش هيجيب سيركل طبعا. ما أنا بكلمك على السنس اوف روتيشن اللي هو الجزئية التانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ان انا ان جنرال بقى لو انا عندي الامبليتيود ده مش ايكوال والفيز شيفت ده موجود بس مش بالضروره يبقى لايك اللي هو الحاله الجنرال بقى وبالتالي اقدر اكتب الايه في
الدولة هو عبارة I can write عبارة عن A و X مثلا و تفتح كومن بتعني ده A X minus J A Y ده الـ S and G بيبقى الـ direction بتاع الـ S and G أو unit vector جهة الـ direction هيبقى عبارة عن كام؟ نحدده الـ vector ده صح؟ دي بنسميها رو ويف polarization دي ده اليونت فيكتور لو البرايزيشن بتاع الاس ان تي اقدر اقول ان انا هعمل اخلي ده يونت فيكتور يعني الفاي كام سكوير اقدر اقول ده عباره عن اي اكس ماينس جي اي واي سكوير تمام يبقى ده البرايزيشن بتاع الاس ان تي اللي على السي اجي اشوف بقى التو كيسز بتاع السيجن الانترنال بولاريزيشن العام دلوقتي الاولانيه بيقول لي لو السيجن الانترنال عباره عن كلوك وايز سيركل هورايزن معنى ان السيجن الانترنال انها كلوك وايز سيركل هورايزن ايه؟ يعني لما تيجي تعمل ترانسميشن هتبتدي ازاي؟ يعني لما اجي اتفرج بقى كده هذه الاس ويف نبدأ بيها اخلي انتنا ريسيفنج ترانسميت عشان اعرف السنس بولاريزيشن تحت صح لازم اخليها ترانسميت فهي لو ترانسميت هترانسميت دايركشن يعني الماينس زد طبيعه الحال هي تستقبل اللي جاي لها من ايه البوست زد دايركشن لما هترانسميت هترانسميت ان ده دايركشن فهو بيقول لي انها هتبقى كلوك وايز كلوك وايز يعني ايه؟ يعني هبص على الراديشن ده وانا طالع منها كده هلاقي ان الراديشن بتاعي فيه كلوك وايز يعني في الدايركشن ده يعني من الواي لاكس يعني هيبقى الراديشن بتاعي فيه كده دايما الايه روتيشن دايما من ليدنج للاجنج طيب تعالى شوف هنا انا عايز الروتيشن
لو انا عايز كلوك وايز انا هبص عينيا هنا كده ويجي الزد الترانسميشن بتاعي سيمي انتنا وهلاقي الروتيشن كلوك وايز انا كده كلوك وايز بالنسبه للاساس الموجوده دي يعني انا بتكلم من الواي تمام احنا متفقين دايما الروتيشن بيبقى من ليدنج للايه لاجنج كومبوننت عندي دايما امبيجيتي في الايه في مين اللي سابق التاني في الفيز في ال السيركل برايزيشن نعم ممكن اعملها على طول ايدي على طول ايدي ممكن على طول تترجم كلوك وايز انها رايت هاند يبقى انت روتيشن من الواي اكس والبوزيشن تمام انت عايز دلوقتي الواي ليدنج للاي اكس يعني سابقه الاكس كانت الواي دي ان جي بس طيب ده بقى الريكشن تايم فيه كيونت فيكتور يبقى انت تنور الفيلم دون 70 فيكتور في الاس على سي ده موجود ده سكوير ده بس يعني ده سكوير ده كده روت من السكوير بمعنى الدايري فيكتور في الاتجاه ده دي اللي هو الخارج بقى ده صح ده اللي هو ده ما ده بريز ما معنى البريز بتاع الانتنا ان انا بخلي الانتنا ترانسميت في اتجاه الايه ويف النازله واشوف البوزيشن بتاعها الاتجاه ده عامل ازاي هو ده معناه يعني معنى البوزيشن بتاع الاي سي بي انتنا ان انا بخلي الاي سي بي انتنا بتترانسميت باتجاه عكس الويف النازله واشوف الدايركشن بتاع الفيلد او الالكتريك فيلد عامل ازاي ومنه احسن البوزيشن مثلا تمام يبقى البوزيشن ميس ماتش فاكتور في الحاله دي هيبقى ايه؟ هيطلع واحد بقى هيبقى عباره عن ماجنتيود جو اي دوت جو ويف لما نيجي نعمل دوت برودكت يبقى عندي هنا ايه؟ 1 1 1 ماينس جي في جي 1 بلس 1 2 و سكوير روت 2 سكوير روت 2 يبقى عندي 2 اوفر 2 ي كام؟ 1 يعني بمعنى اخر ان ايه؟ الانتنة دي بتريسيف ماكسيموم باور تمام؟ وده في الحقيقة منطقي يعني انت نازل ايه؟ رايت هاند تستقبل بانتنة رايت هاند صح؟ ساعتها الايه؟ الرايت هاند بوزيشن نازل على الانتنة لازم الانتنة تبقى رايت هاند سيركل برايز عشان ايه؟ يبقى في توتال ماتشنج مع الاسم فتعال نشوف الايه؟ الكيس الثانية اللي هو بيقول لي لو انا عندي البسيك انتنة كانت كاونتر كلوك وايز سي دبليو كاونتر كلوك وايز دكتور مش انا كده بلف عكس الفيلد؟ انا عارف ان طلع 1 معادلات بس بلف عكس الفيلد يعني ايه؟ يعني هي جايه بتلف كده وانا بلف عكسها لا انا لو هي بترانسميت الترانسميشن هيبقى الروتيشن بتاعه عكس الاس نعم متفق تمام حاسس انها حاجه غريبه ولا لا مش غريبه هي ده الاس فيه بس هي بتستقبل عكس الروتيشن اللي يعني الروتيشن زي ما هو مرسوم هنا كده صح بس جايه كده هي لو هترانسميت هيبقى كده بس هي كده ماشي تمام تعال نشوف ايه الحالة الثانية اللي هي كاونتر كلوك وايز كاونتر كلوك وايز يبقى السيمبل هيبقى ايه عكس الدايركشن ده الروتيشن هيبقى عندي دلوقتي ايه كده يعني في حياتك ريتريت مع الاس ال تي يعني هتديني الاكس والواي تمام ده كلوك وايز يبقى البولاريزيشن بس في الحاله دي كام؟ زيرو هيديني زيرو يبقى عندي اكس دوت اكس 1 ماينس جي دوت ماينس جي ماينس 1 يبقى زيرو يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الكاونتر كلوك وايز بتاعتنا مش هتشوف الكلوك وايز بولاريزيشن مثلا او معنى اخر ليفت هاند سيركل بولاريز بتاعتنا مش هتشوف الرايت هاند بولاريزيشن الناس اللي عليها تمام ودي ميزه بقى ليه بقى لان انا ممكن دلوقتي استخدم تو انتنز واحده تريسيف الرايت هاند واحده تريسيف الليفت هاند ويبقى الانستنت ويف في سيجنال متشال على الرايت هاند غير السيجنال متشال على الليفت هاند
واقدر اعمل هنا ايه ادبل الكباسيتي بتاع الشانل بتاعتي ان انا ايه اعمل كاني تو سيجنالز متشالين على تو ديفرنت برايزيشن تمام اللي هي نفسها اللي كان ممكن استخدمها الفيرتيكال والهوريزونتال برايزيشن بس في الحقيقه السيكوال برايزيشن في ميزه عن الفيرتيكال والهوريزونتال لو انت بتستخدم لو بتستخدم هوريزونتال فيرتيكال برايزيشن لازم الانتنة تبقى مظبوطه مع الفيرتيكال بالظبط يعني لو عندي ترانسميشن في اخر الاوضه هنا بتاعت فيرتيكال يبقى لازم الانتنة دي تبقى بالظبط ايه فيرتيكال مفيش اي انجل بينها وبين الفيرتيكال كل انجل هتعملها هتعمل ايه تعمل مشكله هتعمل لوس برايزيشن وبالتالي ظبطه الاتجاه البرايزيشن ممكن يبقى مشكله بالذات لو الانتنه بتتحرك لان لو الانتنه بتتحرك الاورينتيشن ممكن ايه الروتيشن اللي يحصل فيها يلخبط لي الدنيا يعمل لي كروس بولايزيشن ومره اخر يعمل لي انترفيرنس ما بين الايه فيرتيكال هوريزونتال بولايزيشن انما في الحقيقه السيركل بولايزيشن مش هيتغير مع الروتيشن بتاع الانتنه يعني انت لو نازل عندك سيركل بولايزيشن الانتنه دي لفت باي انجل ستيل يبقى جنرال سيركل بولايزيشن وهيبقى عندك البوليزيشن ميس ماتش 1 يعني في النهايه السيكل بوليزيشن في ميزه ان ما بيعتمدش على الريلاتيف اورينتيشن بتاع الانتنس التراسميت والريسيفر بالنسبه للريلاتيف تو ايتش اذر مش لازم يبقى ايه فيرتيكال الاينمنت اي 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 طالما هم قصاد بعض وده سيركل وده سيركل يبقى يبقى في توتال ماتشنج في البوليزيشن اندبندنت على الايه؟ على الروتيشن بتاعك في الايه؟ في البلين الميزه تمام لذلك من الحاجات اللي هي الموبايل كوميونيكيشن اللي هي اللي فيها السيركل بوزيشن بتبقى احسن يعني مثلا ال اعتقد مثلا بعض الحاجات زي الكوميونيكيشن شو بتاعت ممكن الجي بي اس سيجنال تبقى متشال على ما اعتقدش ان هو محتاج بس هي بتستخدم في بعض الحاجات الموبايل يعني ترانسميت رايت هاند وتريسيف ليفت هاند صح؟ في بعض الانتنس تعمل كده يبقى عندي تو هي في حاجه تبقى تو انتنس مع واحد تظبطها في الابلكيشن ان انا استقبل رايت هاند مثلا و او تبعت رايت هاند وتستقبل ليفت هاند كده ممكن بيبقى سبريت الايكو سيجنال طيب اخر مثال بقى عايزين نتكلم عنه النهارده اللي هو عن الريسبت هنا بيقول لي عندي لينير بولرايز هانج ويف ترافلينج ان ذا بوزيتيف زد دايركشن ويز ا باور دنسيتي 10 ملي واط بير سكوير متر بينس الباور دنسيتي اللي هتبقى نازله على الانتنه بتاعتي اللي هو الانتنه بتاعها عباره عن بين ويف وانستنس على كلوك وايز سنتر برايز انتنا وزين ستاندنج دي عن فريكوينسي 10 ميجا هرتز عايز اقول لك حاجه في الوزيشن بس فاكر بس ثاني حاجه عايز الباور ان واتس لود دايركتلي اتاش تو ايه تمام فعندنا ادي كي سي ايه بس انا عندي الويف اللي نازله على الانتنا هي عباره عن لينير بولايزيشن هو هنا ما حددليش الدايركشن بتاع لينير بولايزيشن ممكن اسيوم ان هو جنرال لينير بولايزيشن يعني مع اخر ويف ليها انجل في الايه في الاكس واي بلين بحيث الاي نود واي اكس والاي نود واي ار ان فيز ده عندي ايه؟ لينير ال بي لينير بولايزيشن وهيبقى عندي الـ E نود X والـ E نود Y are in phase لما يبقى عندي الاثنين in phase هيبقى عندي ده هو ليه دايركشن ثابت في السبيس لو جيت اشوف الدايركشن ده ممكن ابلوت هذا الدايركشن بتساي مثلا ادي الاكس وادي الواي ممكن
يبقى عامل انجل زي مثلا 5 اكس واي مثلا الاوسيليت دايركشن فاقدر اكتب الايه البولاريزيشن دايركشن بتاعي اللي هي المفروض رو ويف اللي هو يونت فيكتور الونج الدايركشن ده اللي هو ان جنرال في الايه في الاكس واي بلين عن الانجل فاي اقدر اقول مثلا ان هو عباره عن كوساين فاي في اتجاه الايه الاكس بلس ساين فاي ذن واي اللي هي ريل انجل فاي دي تمثل الاورينتيشن بتاع الايه اللينير بوليزيشن دايركشن الاس ان تي تمام السيجنال التانية هنا بيقول لي انها عباره عن كلوك وايز سيركل واي كلوك وايز طيب كلوك وايز عشان اعرف الاورينتيشن بتاع الفيل بتاع السيجنال التانية هخليها ترانسميت ترانسميت تمشي الويف بتاعتها نتائج تمام كلوك وايز يبقى هيبقى الروتيشن بتاعها 100 بالنسبه لي كان الروتيشن كده يبقى كلوك وايز ان ذا دايركشن يعني شوف الروتيشن بتاع الفيل ده بيبقى اللي هو يبقى من الواي للاكس يبقى اللي دي كومبوننت مين؟ الواي اللي هي هي الاكس يبقى الانتنه بتاعت الريسيفنج بوزيشن بتاعها كان رايت ان هو عباره عن دي انتنه اقدر اقول الليدنج يبقى هي الليدنج دوت 19 واقدر اكتب الفيلد بتاعي دي من اكس جي اي 1 طبعا لو ترانسميت للاتجاه الواي للزد يبقى في حاجه صح؟ اللي اقدر اقول رو انتنه يبقى يونت فيكتور في اتجاه الايه؟ البوليزيشن بتاع الفيلد اللي هو ايه؟ انا بولايز ده اليونت فيكتور اللي هو يبقى عباره عن كام؟ اي اكس بلس جي اي واي اوفر يبقى البوليزيشن فيكتور عباره عن كام بقى؟ الفايف 10 ملي وات، عايز الطف ستاندرد ميتر ولا ميتر سكوير 10
0.01 watt per meter square للباور ديستي هتضيف الافكتيف اريا. الافكتيف اريا هي عباره عن الليت منين للجين بتاع الانتنة ثرو لامدا سكوير اوفر 4 باي الجين بتاع ايه؟ الانتنة اللي هي ريسيفر. لامدا سكوير هو ازاي كون دي ايه؟ الفريكونسي اللي هنا دلوقتي مش ممكن تكليك لامدا اللي هي السي على الفريكونسي اللي تاني اللي هي 2.9 الجزئية بتاعت اللي هو الكود